تعرف احنا بالنسبه لنا مذهبنا ما ينسحب حتى حد منذر بن عياد، فمش واحد ما يعرفش العطاء اللي اعطاه منذر بن عياد والاضافه نتاعه والعمل الكبير اللي قاعد يقوم به منذر بن عياد، خاصه بالنسبه للهيكل نتاع سي اس اس موبيل، وخاصه بالنسبه للجنه نتاع اللي هي تدافع على الفكريه نتاع النادي، معناتها على علامه النادي والتسجيل نتاعها. هو المكون نتاع نادي الالف، هو كان رئيس لجنه الدعم في الظروف الصعبه ديما موجود. الناس هذوما ديما ما نجم نقولوا كان بارك الله فيهم على اللي عملوه الكل، ماذا بينا ما نخسروا حتى مسير. واليوم نحبوا زاد نترحموا على سي مختار الفخفاق اللي رجل عطاء للنادي الصفاقسي، رجل عطاء كبير، وقف في الظروف الصعيبه، كان دائما موجود، كان ديما ينادي أنه النادي الصفاقسي واللجنة العليا للدعم هي إضافة للنادي، ما هيش هي اللي تسير النادي، لابد النادي الصفاقسي تسيره هيئة مديرة وما يلزمش تداخل في الأدوار. وكان ديما كلمته اللي يقولها ديما بالنسبة لنا، رانا احنا جيو باش نعاونوا وما عندنا حتى دخل في التسيير اليومي، بل بالعكس احنا نحبوا ننظروا نظرة مستقبلية للنادي ونقولوا رأينا ونعطيه نصائح. وانا بالفعل معناتها نعزي اعزائنا واحد، معناتها لان فقيد الرياضه التونسيه وفقيد تونس الراجل هذا، ولكن زاد نفس الشيء فقيد انا كانه اب روحي بالنسبه لي، معناتها تلمذت عليه وخذيت منه برشا حاجات، ومن الناس اللي تاسفنا ياسر معناتها الوفاه نتاعو الله يرحمه، هذاك ربي شحب، لكن حقيقه خسارة كبيرة للنادي الصفاقسي ولتونس.